السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية من العاصمة دمشق. اليوم شهد حي جوبر قصف مدفعي وصاروخ عنيف مصدره جبل القاسيون، وإدارة الدفاع الجوي بتزامن مع اشتباكات هي لانا فلعدة محاور. أيضا في حي التضامن اليوم اشتدت وتيرة الاشتباكات في محيط الحي بالانتقال للرف الدمشقي. لا زال التصعيد العسكري الأسدي متواصل على مدينة يبرود، وذلك اليوم 15 على التوالي، وبكافة الأسلحة التدميرية من طيران وصواريخ ومدفعية، حيث نفذت الطائرات الحربية اليوم عدة غارات جوية استهدفت أطراف مدينة يبرود وجبل مرمرون وزرد قرية فليطة وحي القاع والقامعية وسهل ترويس، التي شهدت بالأخير نشوب حريق ضخم جدا بالإضافة لقصف مدفعي استهدف أطراف يبرود. أيضا تجدد القصف من الطيران المروحي بالبراميل المتفجر على مدينة دارية، كذلك تزامنا مع قصف في قذائف الدبابات المتمركزة على طريق جدة صحنايا استهدف جنوب المدينة. واليوم في دوما استشهد السيدة وإصابة شخصين جراء إطلاق النار من قناصات كتائب الأسد المتواجدة عند حاجز المخيم في بلدة ببيلة. وفي خرق جديد للهدن من قبل كتائب الأسد سقط شهيد وإصابة آخرين من المدنيين بعد استهدافهم من قبل لواء أبو الفضل العباس وكتائب الأسد في منطقة الأندلس، وذلك أثناء دخول المدنيين للبلدة عن طريق معبر ببيلة. وفي حرستة اليوم تم اغتيال نائب رئيس بلدية حرستة التابع للنظام الأسدي سليمان سلعس، واحد طبعا وهو ما يسمى بمشروع المصالحة الوطنية في حرستة، على أيدي مجهولين في مدينة التل قرب دمشق. أيضا في الغوطة الشرقية وتحديدا في بلدة العتيبي استشهد العشرات من أبطالنا من الثوار وسقوط عشرات الجرحى. طبعا هؤلاء الجرحى استطعنا سحبهم بالفعل، وذلك جراء كمين قامت به كتائب الأسد ولواء أبو الفضل العباس العراقي في منطقة العتيبي. هؤلاء كانوا يحاولون فتح معبر من جهة العتيبي في محاولة لإدخال مساعدات إنسانية للمدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية، وأيضا في محاولة لفتح معبر لتأمين خروج المدنيين المصابين المتواجدين في الغوطة الشرقية. هذا ملخص ما حصل في الريف الدمشقي والعاصمة دمشق حتى اللحظة.